اخويا اش غنقول لك ويلاتي مع شي 12 ونص بحال هكذا الوحده راه حنا مريحين حتى كنشوفوا الحيط جاي يهاود بنادم كان خدام مسكين انت تشوف العلو ديالو 8 متر تقريبا بنادم كان كيصايب فيه حتى كيجي هاود هو كيجي هاود مع الحيط راه واحد الديكور لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مكتاب ديال الله راد همي هاد الشيء اخويا كامل تا المسؤوليه انا كنحملها لهاد مول الشيء وهاد المراقبين راه الا مشيتي وصورتي الساس غادي تلقى الحيط محطوط بحال لا جاي حاط الكارطون بحال لا جاي مطلع كارطونه فوق كارطونه ما كاينش شي و 20 سنتيم عباد الله ما حفريناش واش كاين شي حيط فيه 8 متر ديال الطول وغادي تجي تخدم فيه بلا ما تصيب له الساس راه امبوسيبل راه واخا بنادم ما عرفتش كاع فين يكون عايش ماشي هذا الساك هذا مقاول ومسؤول وعنده تجربه وعنده وعنده واخويا شنو نقول لك توفاو جوج دراري كان واحد السيد على التراكس ديالو تادى المهم عنده غاج وروح راه تا هو خداوه للكلينيك ولكن جوج دراري اللي كانوا خدامين خد في الحيط الله يرحمهم توفاو سير بلاس وجبدوه مني صغار الطبقه العامله اللي كانوا خدامين خد قبل ما توصل البومبيه ولا الوقايه الدراري مساكن داروا مجهود وكذا منا بقاو تيجبدوا تيهرسوا في ذاك الياجور والبريك خرجوهم مي الغالب الله انا لله وانا اليه راجعون وهذا السيكتور اخويا هذا الماز هذه ما عرفتش انايا مراقبه كاع ما مره واش عمرك انا في التاريخ ديالي دي ما عمري شفت شي حيط ما ما فيه الساس يعني حيط بدون ساس ما كيناش هذه اي انسان تسولو غايقول لك انت كتلعب بالخطر لا 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 هنا ما كيديروش كاس كيطل بلي ما كيعطيوهمش وما كاينش والصراحه الله يعني نشهدوها ان ظروف الخدمه ما ما كيناش. يعني الانسان كيغامر بحياته بهذا المعنى سيرتو هادو صحاب البني يعني انسان داخل ومغامر بحياته خصو يبقى يشهد عاد يدخل للخدمه ما كاين لا وسائل صباب كبار ما كاينينش اللي يحميهم من المسمار الماسكات ما كاينينش شي كسوه هكذا باش تبين هذا من ما ما كاينش ما كاينش ما كاينش المراقبه ما كاينش حنا كنحملوا المسؤوليه للمراقبه وهذوك الدراري راه الاثم ديالهم على ذاك السيد اللي طلعهم لذاك الحيط هو مطلعه بديك الطريقه قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب